هذا وقد شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في المؤتمر الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في الجمهورية اليمنية وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والذي عقد بمدينة نيويورك بدعوة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. قد تم التباحث حول الأوضاع الإنسانية في الجمهورية اليمنية وكيفية العمل على مساعدة الشعب اليمني لتجاوز هذه الأوضاع، والتشاور حول سبل ضمان توفير الموارد اللازمة لخطة الاستجابة الإنسانية في الجمهورية اليمنية وحشد موارد المانحين. هذا وقد قامت المملكة العربية السعودية بالتوقيع على اتفاقية للتمويل الإنساني مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بحضور معالي السيد أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة، وقدمت شيكا بمبلغ 500 مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إطار إسهاماتها المتواصلة في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن ودورها في التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق.